قال هو صعب المباراة على نفسه في ضاعت الفرص، ولكن النقاط التكتيكية أول شيء لما نتكلم عن الحزم ليش يعني شوف لاحظ قبل لا ينزل الموسم الماضي درجة أولى، الموسمين اللي قبلها كان الحزم صعب جدا على الهلال، حتى أتذكر فاز عليه في الرياض صح في السنة الأولى أعتقد، يعني قبل سنة 3 سنين تقريبا، وفي الـ وفي الـ وفي الرس كانت مباراة جدا صعبة، كان الهلال يفوز في آخر لحظة كما كاد أن يحدث اليوم من ضربة الجزاء. الهلال الغيابات الكبيرة بالتأكيد أثرت على الفريق، بيريرا وكاريلو وسالم الدوسري والبريك بالتأكيد تؤثر على أي فريق، ولكن لا ينبغي أن تؤثر التأثير الكبير على فريق مثل الهلال. لكن في ظل وجود بديل مثلا فيتو مثلا، هذا اللاعب يعني الموسم الماضي كنا نقول لسه جاي بدري في الشتوية، الآن مستحيل يعني لاعب يستمر. أنا أتمنى يعني احد يشوف لنا يعني ايش عمل اللاعب هذا، ايش سجل، ايش صل، ايش صنع، ايش بصراحه لاعب اقل من عادي، وفي الشتويه على الهلاليين مليون في المية انه يتم تغييره. المشكله الكبيره في الهلال واحد زي ماريجا، يعني حرام اللي صاير في ماريجا، يعني حرام العمل التكتيكي اللي بيقوم فيه، ترى عمل جبار. يعني شوف انت بيضيع فرص، صحيح الناس بيقولوا بيضيع فرص، ترى طبيعي يضيع فرص. لاحظ انت ماريجا لما الهلال يلعب لما يهاجم بيلعب 4 4 2، لما يهاجم بيروح ماريجا في ال 18، من يوم تنقطع الكوره مطلوب منه انه يرجع مع الظهير الايسر للفريق الاخر، يعمل يعني 100 متر راجع ورا ويرجع مره ثانيه 100 متر يكون في ال 18 عشان يسجل. يعني بصراحه العمل التكتيكي في الهلال بالنسبه لماريجا حراق، في ظلم للاعب عشان كده بيضيع، لكن بتشوفه كثير بيستلم كورة بيروح بيتحرك، أكثر لاعب بيتحرك ولهذا بيضيع في ال 18، يوصل نفسه خلاص فبيضيع الفرص، وهذه يمكن كلاعبين يعني نعرفها كلنا. الحزم لياقة عالية، شوف الجميل لآخر المباراة الفريق بيجري، الفريق بيقاتل، الفريق بيدافع، هذا عمل بالتأكيد جهاز تدريبي، جهاز فني. في غياب أهم لاعب في الحزم أولا جون، اللاعب اللي شفناه في أول الجولات غايب للمباراة الثانية على التوالي، وهو يحصد نقطة مهمة أمام الهلال. حقيقة كل هذه الأشياء بالتأكيد تحسب للحزم. الهلال ضياع الفرص، الفوضى، في فوضى تكتيكية بالنسبة لعمل المهاجمين، يعني حتى المدرب في نهاية المباراة زج بكمية 4 مهاجمين صاروا في الملعب على حساب خط الوسط، نقطة تكتيكية بوجود سريعة. شوف غوارديولا لما يكون متأخر ترى يغير في وسط الملعب ما يغير في الهجوم، ليش؟ يقول لك وسط الملعب أنا أول شيء أقطع عشان أقطع الكرة بسرعة من الفريق المنافس وأتحكم في رتم اللعب بعد كده وأجي باللاعبين من الخلف. مدرب الهلال اليوم عمل أخطاء كبيرة جدا، يعني إخراج كويلار وفرغت وسط الملعب ولعب بس بمهاجمين، حتى قطع الكرة أصبح مو بسهولة للفريق الهلالي، وعمل تكدس أمامي على الفاضي في الأمام. في الأخير حدثت النتيجة طبعا تعتبر خسارة للهلال، ولكن الهلال قادر على التعويض. ضربة الجزاء اللي في نهاية المباراة يعني عليها لغط كبير جدا، سنشاهد ماذا يقول طبعا المختصين فيها، ولكن عموما الحزم يستحق كل التقدير، الهلال يستحق يعني يحتاج عودة نجوم الكبار، وعلى المدرب انه يغير في الشكل التكتيكي للفريق الهلالي خاصة في ظل النقص الحاصل. طيب حنروح للفاصل واخذ رايكم عن المباراة بعد الفاصل، فاصل قصير بعد هنا.